بيبدأ المسلسل في الفلبين، بالتحديد في منطقة اسمها أسبانيا، مع لونا بنت غنية ومهندسة معمارية ناجحة جدا، وهي المسؤولة الأولى عن شركة أهلها. وفي يوم وهي رايحة على الشغل تكون متأخرة جدا، ويجي لها اتصال من كيرا صاحبتها المقربة ومهندسة زيها شغالة معاها في نفس الشركة، وتعرفها إن أهلها في المكتب بتاعها وعايزينها في اجتماع ضروري. فتتوتر لأن وسط الزحمة اللي هي فيها الجو يمط، ولحظها أول ما توصل أوراقها وكل حاجة معاها تقع في المية، غير ان هدومها تتبهدل، وفي وسط كل ده ابتسامتها تفضل على وشها ويبان انها انسانه متفائله وبسيطه. ولما تدخل لاهلها المكتب عشان تعرف هم عايزينها في ايه، يعرفوها انهم عايزين يعينوا مستشار قانوني جديد للشركه بعد ما مستشارهم القديم استقال، ويعرفوها انهم من فتره بيعملوا مقابلات عشان يختاروا شخص مناسب للمنصب وجدير بالثقه، لحد ما لحسن حظهم لقوه، فهي تفرح وتكون واثقه ان اهلها هيختاروا شخص ناجح. فلما تطلب تشوفه يوروها الملف بتاعه، فهي اول ما تشوف صورته تتصدم، ويطلع ان اسمه كالكس جاس، وده نفسه حبيب لونا زمان. فلونا تتعصب على اهلها لانهم من ضمن كل المحاميين اللي في البلد مختاروش غير ده، وتعرفهم انها لا يمكن توافق تشتغل معاه. فمامتها تطلب منها انها تكون مهنيه شويه اكتر من كده، وتفصل بين حياتها الشخصيه وشغلها، وانها متاكده من ان كالكس اكتر واحد هيساعدهم لانه محامي ناجح، ده غير انهم شافوا ان مفيش مشكله لو عينوه، لان ارتباطهم كان ايام الدراسه وهم صغيرين، ده غير ان عدى على انفصالهم وقت كبير جدا. فلونا تتعصب وتفتكر ان من 10 سنين فاتوا لما كانت لسه في سنة تانية كانت قاعدة بتحتفل مع اصحابها بنجاحهم، ونعرف ان هي وشلتها متفوقين جدا في دراستهم، وبالاخص لونا اللي كل سنة اسمها بيتضاف على قائمة الاوائل وما بتهتمش باي حاجة غير بنجاحها. واثناء ما بيكونوا قاعدين، سام واحدة من صاحباتها تشوف الكراش بتاعها اللي داخل يقعد في نفس المكان هو وشلته. فلما سام تشاور عليه لاصحابها عشان توريه ليهم، لونا ما تركزش ولا معاه ولا حتى مع سام، وده لان عينها تتوجه على كالكس صاحب كراش سام اللي يبان انه ساحرها بكاريزمته وسمته المفرطه. فلونا تفضل فاتحه بقها ومبحلقه فيه، فاصحابها ياخدوا بالهم انها اعجبت بواحد من اصحاب الكراش، فلما يسالوها تتحرج وتنكر، فيشجعوا سام انها تروح تتكلم مع الكراش بتاعها يمكن تظبط معاها وهو كمان يعجب بيها. فسام تشد لونا وتاخد بنت تانية من اصحابها وتروح عشان تتكلم معاه، واول ما تروح له تسلم عليه وتطلب انها تقعد معاهم عشان يتعرفوا على بعض، فالواد يحرجها ويقوم بحجه انه يغير ركنه عربيته. فلما الثلاث بنات يفضلوا واقفين، كالكس يحرجهم هو كمان ويسالهم بكل غرور اذا كانوا عايزين حاجه، فلونا يبقى عندها شوية دم وتشد أصحابها عشان يرجعوا لترابيزتهم. وقبل ما تمشي تلاحظ وصول بنت من شلة كالكس تقعد جنبه وتسلم عليه بكل دلع. وبالليل لما لونا ترجع على السكن بتاعها هي وكيرا صاحبتها المقربة، كيرا ترجع تفتح معاها موضوع كالكس وتكون متأكدة من إنها أعجبت بيه. فلونا ترجع تنكر وتقول لها إنها بتكره النوع ده من الشباب، وسيمين جدا ومليانين مميزات. فكيرا تفضل وراها لحد ما تخليها تعترف بإنها معجبة بيه، ولكن لونا تقول لها ان اعجابها ده مش هيطول لانه انسان مغرور، ده غير انه بيواعد، فمش هتتعب نفسها معاه وهتركز على دراستها. فكده توافقها وتشجعها ما تديش وش للاشخاص اللي زيه. ولما يبداوا يذاكروا، لونا تلاقي رساله من سي في صاحبها بيطلب منها تجيب له اكل معين معاها وهي جايه تزوره. فتاني يوم بعد ما تخلص جامعتها تجيب له الاكل اللي هو طالبه وتروح على مستشفى الجامعه، وده لانه محجوز هناك بسبب كسر في رجله وهو بيلعب كره سله. واول ما لونا تطلع في الاسانسير من كتر الحاجات اللي معاها اوراقها تقع، فلما تنزل تلمهم شاب يدخل معاها. فلما تخلص وتشوفه تتفاجئ انه كالكس، بالرغم انها اخده وعد على نفسها انها ما تعجبش بيه، الا انها اول ما تشوفه تفرح وتتوتر وتكون معجبه بيه جدا ومعجبه بريحته. وهو لما يتكلم مع باباه في الموبايل تفضل تركز في مكالمتهم لحد ما تعرف اسمه، واول ما يسيبها ويمشي تكون طايره من فرحتها انها اخيرا عرفت حاجه عنه. ولما تروح لسيفي تديه الاكل وتطمن عليه، وبعدين تجري بسرعة تدور على اسم كالكس على وسائل التواصل، ولكنها ما تلاقيش حاجة عنه. فلما سيبي يسألها بتعمل ايه، تحكي له وتفضل توصف له كالكس وانه قد ايه وسيم، وتعرفه انها معجبة بيه. فيبان على سيبي الغيرة وانه بيحبها، ولكن يجريها وما يبين لهاش زعله. ولما تمشي من عنده الجو يمط، فهي تقعد في مكان تستنى الباص بتاعها عشان تروح. واثناء ما هي قاعدة كده تلاقي كالكس هو كمان جاي يجري ناحيتها ويقعد جنبها يستنى الباص بتاعه، فتفرح قوي وتحس بعد الصدف كتير دي بينهم انها
لازم تنسى وعدها بانها ما تعجبش بيه، تكون عايزه تفتح اي كلام معاه لكنها ما تعرفش. فالهبله تعمل نفسها بتتكلم في الموبايل وتفضل تحكي مع نفسها اي حاجه عايزه تقولها له، زي انها مش مرتبطه ونفسها تلاقي الشاب اللي تخرج تاكل معاه في جو رومانسي زي اللي هم فيه دلوقتي، وكل ده وهي مفكره نفسها ذكيه وانه مش هياخد باله انها بتلمح له. لكن ابننا يطلع فاهمها، وده لان الحماره بتتكلم في الموبايل بالمقلوب، ولما تاخد بالها تتحرج قوي ومش تسكت وتتلم، لا دي تقرر انها ترمي اخر شويه كرامه معاها على الارض وتكلمه بشكل مباشر. بقى ما هي كده كده خسرانه، وتعرفوا انها في جامعه بنيان، نفس الجامعه اللي قابلته في مستشفيات. لما تساله عن جامعته يعرفها انه في جامعه قريبه جدا من جامعته، ولما تساله قسم ايه يعرفها انه بيدرس قانون، ولما يسالها عن قسمها تعرفه انها في هندسه. وقبل ما تفتح معاه مواضيع تانيه الباص بتاعها يوصل فتضطر تمشي، وبالليل لما تروح تحكي لاصحابها يقرروا انهم يساعدوها في انها تقرب منه بما انها طلعت واقعه قوي كده، ومن تاني يوم ياخدوها لجامعته علشان يساعدوها في انها ترجع تتكلم معاه. ولكن لما كالكس يجي مع اصحابه تكون معاه نفس البت الدلوعه اللي بتتلزق فيه، فلونا تغير وتخاف انه يطلع مرتبط بيها في الاخر، فسام تهديها وتطلع انها سوسه. قدرت توقع الكراش بتاعها اللي من شله كالكس وتصاحبت عليه وتروح له وتعرفه انها عامله حفله بالليل في شقته وتعزمه عليها هو وباقي شلته، فكلهم يوافقوا يروحوا باستثناء كالكس اللي يرفض ويقول لها ان عنده حاجات اهم يعملها. وسام عشان لونا ما تزعلش تصر عليه وتعرفه انها هتستناه برضه في حاله انه غير رايه. وبالليل لما تبدا الحفله الكل يحضر فعلا باستثنائه، فلونا تفضل زعلانه وده لانها سابت مذاكرتها وكل حاجه عشان بس تيجي تتقرب منه، وفي الاخر ما جاش. وقبل ما تتعصب وتمشي تلاقيه في وشها، فمودها كله يتغير وترجع لها الابتسامة المرسومة على وشها. وكالكس يفضل طول الحفلة يذاكر ولونا تفضل تراقبه من بعيد، فأصحابها يشجعوها تروح تكلمه، فهي لما تروح له كل ما تسأله حاجة يرد عليها على قد السؤال، وفي الآخر يمشي ويسيبها ويروح لصاحبه، فصاحبه يكون تعبان ويطلب منه يروح يشتري له دواء. فلما كالكس يروح كيرا تناديله وتطلب منه ياخد لونا معاه، وده لأنها هي كمان نازلة تشتري حاجات ليهم. وفي طريقهم وهم راجعين تفضل تسأله أسئلة، فهو رغم إنه بيرد على كل أسئلتها ببرود إلا إنه يكون لطيف معاها. ولما تسأله بيجي جامعتها دايما ليه يعرفها إن باباه ومامته دكاترة في مستشفى الجامعة بتاعتها، ولما يجيله فضول ويسألها عن اسمها تفرح قوي إنه بدأ يهتم بيها، ولما تقوله على اسمها بالكامل يشوف اسمها طويل فتطلب منه يختصره ويناديها بحبيبتي. ومن هنا نتأكد إن التقل ليه ناسه، وعشان تكمل باقي التقل تطلب حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي فيديها اسمه وتضيفه ويبان عليه إنه بدأ يستلطفها. ولما يمشي تجري وراه وتطلب منه يقبلها، فيعرفها انه هيفكر الاول ويشوف اذا كان هيقبلها ولا لا. تاني يوم لونا تفضل ماسكه موبايلها وكل اللي يكون شاغل تفكيرها امتى كالكس يقبلها، فاكره تهديها وتفضل تديها مبررات عشان تصبرها، لكن تكون زعلانه فجاه كالكس يقبلها، فهي تفضل ترقص وتصرخ في صفها هي وكيرا وتبعت له تشكره انه قبلها. ولما يرد عليها تكون هتتجنن من فرحتها، تفضل تتكلم معاه طول اليوم، وعشان تعرف تفتح مواضيع اكتر تفضل تقرأ عن تخصصه كتير. من نفسها فاهمة في القانون، وهو عشان كالكس فاهمها كويس وفاهم انها عايزه توقعه يفضل يزنقها بالاسئله، لكنها طول الوقت تلاقي نفسها مخرج، تفضل تنزل صورها عشان تلفت انتباهه، وكل مره يعمل لها لايك تبقى هتموت من الفرحه. وبمرور الايام يتقربوا من بعض، وهو من وقت للتاني يروح لها جامعتها عشان يشوف، وغروره يبدا يقل معاها وكلامهم سوا يبقى اكتر. وفي مره لونا تشوفه منزل ستوري انه هيروح يسهر في مكان معين، هتلم اصحابها وتاخدهم يسهروا في نفس المكان على اساس انها لما تشوفه تعمل نفسها قابلت معاه صدفة، ولما تروح ما يكونش لسه جه، تبدأ ترقص هي وأصحابها، ولما أصحابها يتعبوا كل واحدة فيهم تروح على مكان، وهي تفضل واقفة لوحدها لحد ما واحد يجيلها يتقرب منها ويقف معاها، فهي عشان ما تحرجوش تجاريه، وفي نفس الوقت ده كالكس يوصل ويشوفها ويتضايق قوي، فهي لما تروح له تكلمه ما يرضاش يرد عليها، ولما تصعب عليه ويرجع يكلمها يلاقي واحد تاني موقفها وبيحاول يكلمها، فالمرة دي يسيبها ويختفي من قدامها، فهي تزعل وتفضل تشرب لوحدها. ولما أصحابها يتصلوا بيها عشان تخرج لهم يروحوا توافق، ومجرد انها تقفل معاهم تقع تفقد الوعي، وتتفاجئ تاني يوم لما تصحى وتلاقي نفسها نايمه في بيت غريب عليها. ولما تخرج من الاوضه عشان تشوف بيت مين ده تلاقي كالكس في وشها. ونرجع للحاضر ولونا قاعده مع اهلها وتكون لسه بتصر عليهم انهم يمنعوا توظيفه في شركتهم، لكن مامتها تعرفها انهم خلاص وقعوا معاه عقد وانه جاي كمان شويه عشان يعملوا اول اجتماع ليهم سوا. فلونا تتوتر لما تعرف انه جاي، فتقرر تقوم تهرب قبل ما تشوفه، لكنها تتفاجئ لما
تلاقيه في وشها، واول ما يمدلها ايده عشان يسلم عليها عينيها تتملى دموع، رغم كده تقف ثابته وتحاول تكلمه عادي. وكالكس بعد ما يسلم على اهلها، اهلها يقترحوا بانهم يخرجوا كلهم سوا ياكلوا ويتكلموا في الشغل. فلونا رغم انها تتحجج باكتر من حاجه عشان ما تروحش، الا ان اهلها ما يسالوش فيها ويجبروها تروح معاهم. ونرجع بالزمن تاني لنفس اليوم اللي لونا تصحى فيه وتلاقي نفسها في بيته، وهو لما يبدا يحضر لها فطار تشوف موبايلها، فتتصدم من كميه المكالمات والرسائل اللي اصحابها بعتنها لها من خوفهم عليها. فتبعت لهم تعرفهم انها عند كالكس وتطمنهم عليها وتكون تعبانه نتيجه شربها امبارح. تساله عن اللي حصل وجت معاها هنا ازاي، فيحكي لها انها امبارح ما كانتش في وعيها وما كانش لها اي حد من اصحابها، وانه لما سالها عنهم عرفته بانهم هيتجمعوا كلهم في شقه سام. خاف عليها وقرر ياخدها على هناك بنفسه، ولكنه ما لقاش اي حد فاضطر ياخدها معاه على بيته بعد ما تعبت قوي وبهدلت له الدنيا. وبسبب انها مش في وعيها تفضل تتقرب منه وتخرف بالكلام معاه، فهو يطلع بطل ابن ناس محترمين ومؤدب وما يستغلش حالتها وينيمها في اوضته ويخرج بسرعه. فهي تتحرج قوي وتعتذر له على الفوضى اللي سببتها له وتشكره على تصرفه الرجولي وانه اهتم بيها وحافظ عليها وهي في حالتها دي. وبعد ما تخلص اكل يديها هودي من عنده عشان تلبسه وهي مروحه، ولكنها قبل ما تمشي يسالها عن الشخص اللي كانت واقفه معاه امبارح. فهي تحكي له انها ما تعرفوش وانه مجرد شخص عادي كان بيحاول يتقرب منها بسبب جمالها، وتساله اذا كان غيران عليها وان غيرته دي هي اللي خلته يتجاهلها امبارح. فهو رغم انه ينكر الا انها تكون فرحانه جدا وتشكره مره ثانيه وتودعه وتمشي. ولما ترجع على سكنها تلاقي كيرا وباقي شلتها قاعدين متوترين ومستنيينها عشان تحكي لهم اللي حصل امبارح. فتقعد تحكي لهم وهي مبسوطه وتتبسط اكتر لما تلاقيه بعت لها رساله يسالها اذا كانت وصلت على البيت ولا لسه، وتفضل تصرخ من الفرحه انه بدا يطمن عليها. واخيرا تفتكر ان في حاجه اسمها كرامه في الحياه وتقرر تسال عليه شويه وتطنش رسالته لحد ما تاخد شاور. ولما تخلص تلاقيه بعت لها رساله تاني فتعرفه انها وصلت، واول ما تساله اذا كانت وحشاه يتجاهل سؤالها وما يردش عليها. فهي تفضل تدور بين اصحابه وتلاقي صور كتير ليه مع البت الدلوعه صاحبته، فيجي لها فضول تعرف ايه العلاقه اللي بتربطهم هما الاتنين ببعض وتتابعها عشان تراقبها كل شويه. وتاني يوم كالكس لما يروح على جامعتها يلاقيها قاعده مع سيفي فيتضايق، ولما يروح لهم لونا تعرفهم على بعض. ولما سيفي يمشي كالكس قالها عن مدى تقربهم من بعض فتعرفوا انهم اصحاب من الثانوي، ولما تساله جاي جامعتها ليه يعرفها انه جاي يشوفها. فقبل ما تفرح يقول لها عشان ياخد الهودي بتاعه، هي تقترح عليه يجي ياخده من السكن بتاعها وانها تطبخ له كشكر ليه على اللي عمله معاها. فلما يوافق تتحمس قوي وتفرح وتاخده معاها على السكن، ولكن تتفاجئ ان كيرا مش هناك، فتغير هدومها وتحضر له الاكل. ولما تلاقيه لذيذ كده ومديها وش تحسها فرصه مناسبه بانها تتقرب منه اكتر، وتقرر تساله عن نفسه. واول سؤال تساله له اذا كان مرتبط، تعرفه انه ارتبط قبل كده مره واحده وكانت علاقه عابره. فلما تساله على ايمي البنت الدلوعه صاحبته يقول لها انه مش معجب بيها ولا معجب باي واحده تانية. فلما تلمح له انها معجبه بيه يتضايق، فجاه كده يقرر انه يقوم يمشي. لما تحاول تمنعه يقول لها انها بتسبب له التوتر ويسيبها، فهي ما تفهمش هو اتعصب ليه وتجري تحكي لكيرا. فكيرا لما تنصحها انها تنساه وخلاص لونا تعند، وده لانها حست انه كان بدا يستلطفها وقرب منها. فتاني يوم تاخد كيرا وتروح على جامعته على اساس انهم رايحين يشوفوا سام. تفضل تستناه لحد ما يوصل هو وشلته وايمي، ولما يقوم يجيب اكل اصحاب لونا يشجعوها انها تقوم تكلمه وتساله زعل منها ليه. فهي لما تقوم تروح له تتحرك تتكلم معاه تكون لسه هترجع لاصحابها، فكالكس يشوفها ويسالها بتعمل ايه. فهي تعمل نفسها مصدومه وانها ما كانتش اخده بالها من وجوده وتقول له انها جايه تشوف سام. ولما يسالها عايزه تشتري ايه ما تلاقيش حاجه تقولها غير انها عايزه تشتري ميه، فكالكس يفهم انها بتكذب بالاخص لما يشوف الميه اللي على ترابيزتها. فهي تتحرج وتسيبه وترجع على ترابيزتها، واصحابها يتعصبوا عليها انها ليه ما اتكلمتش معاه. فهي تقول لهم انها تعمل زي ما قالوا لها وانها هتبطل تكلمه، وده لانها كل ما تحاول تقرب منه بيصدها. وتتصدم لما تلاقيه واقف وبيسمعها ويكون جايب لها الميه اللي هي سابتها ومشت، ويطلب منهم انه يقعد معاهم فيوافقوا، ولكن اصحابها يسحبوا نفسهم عشان يسيبوهم يتكلموا لوحدهم. ولونا تكون مبسوطه انه ساب شلته وجا قعد معاها هي. ولما تساله كان يقصد
يقصد ايه بكلمة انها بتوتره يقول لها ولا حاجة، وتقطع كلامهم ايمي اللي تكون جاية تاخده عشان يخرجوا يذاكروا سوا. هو لما يرفض يروح معاها لونا تفرح قوي وتفضل تبص لها بقرف لحد ما كالكس ياخد باله، وكالكس يعرض عليها انه يجي ياخدها بكرة بعد كليته ويخرجوا سوا، فتوافق على طول من غير تفكير. وتاني يوم بعد ما تخلص يومها الدراسي تكون متحمسة جدا بانها تخرج معاه وتفضل تظبط في نفسها، ولكنه يتصل بيها ويعتذر لها انه مش هيجي ياخدها وانه هيبعت لها عنوان المكان اللي هيقابلها فيه لانه هيجي ومعاه شخص، فهي تزعل لانها كانت مفكره انهم هيبقوا لوحدهم طول اليوم، ورغم كده ما تهتمش، وده لان اهم حاجه عندها تشوف. ولما تروح على المطعم اللي قالها عليه تلاقيه جاي مع كيو اخوه الصغير، فتفرح قوي انه مش جايب حد من اصحابه، وتفضل تهتم بيه وتدلعه. ولما تشوف اهتمام كالكس هو كمان بيه تحسه طيب قوي وتحبه اكتر. وبعد ما يروحوا كيو لونا تفضل تساله عن علاقته باخوه وانه لطيف معاه رغم فرق السن اللي بينهم، فكالكس يحكي لها ان اهله دايما كانوا مشغولين وانه كان بيحس دايما بالوحده وهو في سن كيو، فعشان كده بتقرب له عشان ما يحسش بنفس شعوره زمان. فلونا تفضل بصاله وتسرح فيه، فجاه كده تعترف له بحبها ليه، ونرجع للحاضر وتكون قاعده هي واهلها ياكلوا معاه، ويبان عليها انها كارهاه ومش طايقه تشوفه قدامها، ولكنها تقرر تتاقلم معاه عشان تقدر تمشي شغلها، ويعدي وقت وتحاول انها تتجاهل انها تشوفه، ولكنه يطلع لها في وشها كل شويه. وبعد فتره اصحابها يجوا يسهروا معاها ويبان انهم ما تقابلوش من فتره لان كل واحده فيهم مشغوله بشغلها وحياتها الجديده. ولونا تحكي لهم عن ظهور كالكس مره تانية، ولما اصحابها يقولوا لها انه اكيد عايز يرجع لها تقول لهم ان ده واحد مغرور واكيد كمل حياته من بعدها وانه بطل يعني لها من بعد ما خانها زمان، لكن اصحابها يحسوها بتكذب وانها مش حابه شغلها معاها عشان مشاعرها ما ترجعلوش تاني. ونرجع لليوم اللي لونا اعترفت فيه بمشاعرها لكالكس وهو يتصدم وما يردش عليها. هي لما تفوق من اللي هي قالته تعرفوا انها كانت بتهزر وتخاف لا يبعد عنها لو عرف بمشاعرها، فلما تروح تقابل كيرا يجي لها رساله منه يسالها لو كان ينفع يذاكر معاها، فهي تفرح وتوافق على طول. وتاني يوم لما يروح لها على بيتها يبان عليه ان معاملته معاها متغيره للاحسن وان هو كمان بيحاول يقرب منها، وفي الوقت ده الجو يمطر جامد وحركه المرور تتوقف، فالبكحه تعرض على كالكس انه بات هنا، فهو لما يوافق تصر عليه انه ينام في اوضتها بحجه انها بتثق فيه، فهو يوافق والاتنين يناموا وهم ماسكين ايد بعض، ويبان ان كالكس هو كمان بقى عنده مشاعر ليها، وتعدي الايام عليهم وهم كل يوم يتقربوا من بعض اكتر واكتر، وكالكس يتحول من شخص بارد كلامه قليل لشخص تاني بيبعت لها كل شويه ويفتح معاها مواضيع، ده غير انه كل يوم يروح لها جامعتها عشان يوصلها، وطول ما هو معاها ابتسامته ما بتفرقش وشه. ورغم كل ده لونا ما تبقاش فاهمة علاقتهم دي تحت مسمى ايه، هل هو بدأ يحبها ولا شايفها صاحبة مقربة منه وخلاص، فاصحابها يشجعوها تسأله وتجبره انه يحط لعلاقتهم اسم، فلونا تخاف لا تضايقه ويبعد عنها ولا منها الطول صاحب ولا منها حبيب. ولكن تاني يوم لما تروح له على بيته عشان تذاكر معاه قرر انها تفتح معاه الموضوع، فقبل ما تنطق تلاقي شلته ومعاهم ايمي داخلين عليهم، وايمي تبدأ تتكلم بطريقة وحشة مع لونا، فلونا لما تقرر انها تروح عشان تسيبهم وحدهم كالكس يرفض ويطلب منها تفضل معاه. وبعد شوية لما ياخدوا استراحة يقرروا ياكلوا ويلعبوا لعبة الصراحة، ولما يجي الدور على كالكس ايمي تسأله سؤال معين من خلاله توصل للونا انهم مرتبطين بعلاقة جدية، فلونا تتضايق وتستأذن منهم انها هتمشي، ولما كالكس يعرض عليها بانه يوصلها ترفض وتخرج من عنده وهي بتعيط وتكون مقررة ما تجريش وراه تاني. ولما يخرج وراها عشان يفهمها يلاقيها اخدت تاكسي ومشت. تاني يوم سام تعمل حفلة كبيرة لعيد ميلادها وتعزم فيها الكل، ولونا لما تبدأ ترقص وتضحك أصحابها يستغربوها ويكون فاهمين إنها بتمثل الفرحة عشان تثبت لهم إنها تخطيته، وفجأة كالكس يدخل مع أصحابه وإيمي، فلونا تجري تقف مع أول شاب يقابلها عشان تبين له إنه مش فارق معاها وإنها بتواعد هي كمان، وكالكس لما يشوفها واقفة مع الشاب ده وبتقرب منه يسيب الحفلة ويخرج، فهي تتضايق وتخرج وراه، ولما تسأله خرج ليه يتعصب عليها ويطلب منها ما تتكلمش معاه، فتوقفه وتسأله بتتصرف كده بناء على ايه وليه دايما تصرفاته مش مفهومه بالنسبه لها، مره يعملها كويس جدا لدرجه انها تحس بانها حبيبته ومره معاملته تختلف وتحس انها صاحبته المقربه، وتبدا تعيط وتقول له انها في الاخر اكتشفت انها بالنسبه له ولا اي حاجه من دول، وانه طلع مرتبط بايمي وكمان جاي معاها على الحفله، ولكنها اللي مش فاهماه دلوقتي هو ليه حس بالغيره وخرج لمجرد ان لقاها واقفه مع واحد تاني. فكالكس يهدى لما يلاقيها بتعيط ويعتذر لها ويأكد لها ان هو وايمي مش مرتبطين وانهم اصحابه بس، وانه لو بيهتم
مهتم فعلا بحد فهو بيهتم بيها هي وبس، ويقولها انها لو عايزة اسم لعلاقتهم فهو عنده اسم ليها، ولكنه الاول هياخدها معاه لمكان معين فتوافق. ولما تروح معاه تلاقيها اخدها لبيت كبير ويعرفها ان مفيش حد عارف بمكان البيت ده غير اهله وهي، وان اهله هيهدوه البيت ده بعد تخرجه، وده لانهم عارفين مكانة البيت ده عنده. ويحكي لها ان كل لما بيحس بالزعل او التوتر بيجي هنا، ولكنه جاي معاها النهاردة عشان يعترف لها بحبه وانه ما بيحبش اي حد تاني غيرها. فلونا من فرحتها تفضل تعيط وتعترف له انها بتحبه هي كمان. ونروح للحاضر، وابو لونا بيعرفها ان في عميل مصر على انها هي اللي تصمم بيت، ولما تستنى العميل عشان تجتمع معاه تتفاجئ ان العميل هو نفسه كالكس، ويكون عايزها تظبط نفس البيت اللي اعترف لها فيه بالحب زمان، فهي ترفض. ولكن بعد اقناع من ابوها توافق عشان تظهر مهنية وتخرج معاه على عشاء بره عشان يتكلموا عن الافكار اللي هو عايزها في بيته. ولما يقول لها على اللي هو عايزه ترفض، وده لانها شايفاه شخص بيسعى للكمال وصعب انها ترضيه. ونرجع تاني لكالكس ولونا زمان لما قرروا الاتنين انهم يبداوا يتوعدوا ويعرفوا الكل، فاصحابها يفرحوا لها جدا انها اخيرا بقت معاه، وكالكس ينسى كاريزمته ويعكسها قدام اي حد ويهتم بيها، وحياتهم تبقى ورديه جدا لدرجه انهم يسافروا الاتنين سوا لوحدهم في نهايه الترم، ويفضلوا يتصوروا ويلعبوا ويحبوا بعض كتير جدا، ويوم ورا التاني يفهموا بعض وحبهم يزيد. وبعد كام يوم تخلص رحلتهم ويرجعوا على الجامعه، ولونا تكون مبسوطه جدا بالوقت اللي قضيته مع كالكس. على الجنب التاني يبان ان كيرا على ايدها كدمات، واول ما تشوف لونا تخبيها، ولونا تلاحظ انها متغيره وهاديه على غير عادتها. حتى باقي شلتهم يكونوا ملاحظين ان كيرا مخبيه عنهم حاجه، ويتفقوا يستدرجوها في الكلام اول ما توصل، لكنهم يتصدموا اول ما تيجي، وده لان يبقى معاها شاب زميلهم واللي هو جورج، وتعرفهم انها ارتبطت. فكلهم يتصدموا، وده لان ابو جورج سياسي كبير وبيشتغل في اعمال كتير مشبوهه، ده غير ان جورج نفسه معروف بانه صاحب مشاكل ومتنمر. فيستغربوا ازاي كيرا وافقت انها ترتبط بشخص زي ده، واول ما جورج يمشي اصحابها يحذروها منه ويطلبوا منها تنفصل عنه بسرعه. فكيرا تتعصب عليهم وتطلب منهم انهم ما يدخلوش في حياتها، وانها ساعدت كل واحده فيهم بانها توصل للي بتحبه من غير ما تذكر عيوبه او تحكم عليه. ولما اصحابها يحاولوا ينصحوها ويفهموها بهدوء تبدا تغلط فيهم، وينتهي نقاشهم بانهم يتخانقوا خناقه كبيره سوا وتسيبهم وتمشي. فلونا والباقي يستغربوا هي بتعمل كده ليه، وانها اكتر واحده مسالمه وبريئه فيهم. وفي الحاضر لونا تروح على مكتب كالكس عشان شغل، ولكنه ما يكونش هناك، وتلاحظ ان على مكتبه مج معين، فاول ما تشوفه تتصدم. ونرجع للماضي وهو بيعرفها انه هياخدها على نيويورك عشان يقضوا اجازه راس السنه سوا، فهي تفرح جدا، ولكنها تطلب منه انه قبلها لازم يجي يتعرف على اهلها ويستاذنهم بنفسه، فيوافق. ومن تاني يوم يروح يقابلهم، وباباها لما يتكلم معاه يلاقيه شخص مسؤول ومثقف وجريء وصادق، وصفات فيه كتير حلوه لا تعد ولا تحصى، فيعجب بيه قوي لدرجه انه يوافق ان بنته تسافر معاه. ولونا من فرحتها تقوم تتنطط في المطعم. ويوم راس السنه لونا تسافر معاه ويتصوروا ويعيشوا جو رومانسي اي حد عنده جفاف عاطفي زي كده بيتمناه، ويشتروا لبعض هديه، وهديتها ليه بتكون نفس الكوبايه اللي شافتها عنده في الحاضر، وهو يشتري لها فستان جميل جدا ويعرفها ان اهله هنا، وانهم تاني يوم هيروحوا يقابلوهم عشان يتعرفوا عليها. فلونا تتوتر، ولكن كالكس يهديها ويأكد لها ان مقابلتها معاهم هتبقى سهله ولطيفه زي مقابلته مع اهلها. وبالليل يسهروا سهره رومانسيه زياده عن اللزوم، وتاني يوم يصحوا ويروحوا يقابلوا اهله، ويبان ان باباه شخص لطيف جدا على عكس مامته اللي تبان انها ست متسلطه بتسعى للكمال، وتبدا تسال لونا اسئله بايخه زي هل عيلتها اغنيه، ولو اغنيه ايه الشركات والاملاك اللي عندهم. وبعدين تبدا تتهمها انها السبب وراء ان ابنها اتاخر في دراسته ودرجاته بقت اقل على عكس ما كان مع ايمي كانت درجاته اعلى، وتقول له لونا ان ليها تاثير سلبي على ابنها. فلونا تفضل تبص لكالكس على اساس انه يدافع عنها، لكنها ما تلاقيش اي رد منه، فتزعل وتستاذن منهم وتقوم تمشي. فكالكس يجري وراها يوقفها ويعتذر لها ويطلب منها ما تفهمش غلط، وان عمره ما ارتبط بايمي في حياته، ولكن مامته هي اللي كانت بتجبره يكون معاها، ودرجاته اللي نزلت هي ملهاش ذنب، وان هو اللي اهمل دراسته. فهي تعيط وتساله ليه ما قالش كل الكلام ده قدام مامته، وانها كانت محتاجاه يدافع عنها. فهو بكل براءه يفضل يعتذر لها كتير، ويقول لها انه كان خايف من مامته وجبان في انه يدافع عنها، ويبدا يعيط ويقول لها انه من وهو طفل كان بيخاف منها ومن توقعاتها العاليه، وانه ما عملش حاجه في حياته غير انه يرضيها. فهي تعيط وتقول له ان مامته عايزه له ايمي ومش عايزاها، فهل هيرضيها في دي كمان؟ فيعرفها ان هي الحاجه الوحيده اللي مش هيسمح لاهله انه يختارها له، ويوعدها انه من بعد اللحظه دي هيدافع عنها وعن علاقتهم، وانه مهما خاف من مامته خوفه من انه يخسرها اكتر بكتير. فلونا تصالحه ويسيب اهله ويرجع
ترجع معاها، ولما يرجعوا على الفلبين تجري على أصحابها تسلم عليهم ويلاقوا كيرا جاية لهم وتعتذر لهم على اللي قالته ليهم، فهم يصلحوها ويعتذروا لها هم كمان إنهم اتدخلوا في حياتها وإنها أكيد عارفة الأفضل لنفسها، ويحضنوا بعض. ولكن يبان على إيد كيرا كدمة كبيرة، ونرجع للحاضر وكالكس يدخل على لونا وهي ماسكة كوبايته، فلما يسألها بتعمل إيه فهي من غير قصد توقع مية على أوراق قضية مهمة عنده وتعتذر له كتير وتعرفه إنها تعوضه بأي حاجة هو عايزها، فهو يستغل الموقف ويطلب منها توافق على إنها تصمم لبيته فتضطر توافق. ونرجع للماضي ولونا قاعدة مع سيدي في الكلية، يجي لها اتصال من مستشفى يعرفوها إن كيرا محجوزة هناك، فتاخد سيفي وتجري تروح تطمن عليها، وكالكس يروح وراها يطمنها ويهديها، وإنك الدكتور يعرفهم بإن كيرا متعرضة للتعنيف الجسدي، والحزن حظها إن مفيش أي كسور في جسمها لكنها الوقت تحت صدمة نفسية، ويقترح عليهم إنهم يعرضوها على دكتور نفسي عشان تتعالج من الصدمة دي. ولما لونا ومامة كيرا يسألوا الممرضين مين اللي جابها على المستشفى، يعرفوهم إن اللي جابها على هنا شاب، وأول ما جابها سابها ومشى، فلونا تعرف بسرعة إن الشاب ده جورج، فتنهار لما تفهم إنه كان بيضربها وبيعنفها طول فترة مواعدتهم. وكيرا لما تفوق بسبب صدمتها ما تنطقش بحرف، ومهما لونا وباقي أصحابها يكلموها ما تردش عليهم، فلونا تزعل وتحمل نفسها الذنب إنها ما كانتش جنب كيرا كفاية، وإنها لو كانت عرفت باللي بيحصل لها كانت ساعدتها وبعدته عنها بأي شكل. فأصحابها يهدوها ويقولوا لها إنهم لازم يبانوا أقوى قدامها، وده لأنها محتاجة دعم نفسي، ولكنهم يتفاجئوا إن طلع تصريح من المستشفى بخروج كيرا، وده لأن كدمتها خفيفة. فلونا وأصحابها يعرفوا إن جورج بما إنه واصل هو اللي أجبر الدكاترة تخرج التصريح ده رغم إنها لسه تعبانة. والمشكلة إن تاني يوم الدكتورة بتاعتهم تطلب منهم يسلموها مشاريع تخرجهم في أقرب وقت، فلما لونا تقوم تستأذن لكيرا منها علشان تعبانة، الدكتور تعرفها إن الفحص الطبي اللي وصل لها مذكور فيه إنها كويسة، فمش هتقدر تساعدها، وإن المفروض على كيرا تسلمها المشروع على الوقت. فلونا تقرر تتحمل المسؤولية وتعمل مشروعها هي وكيرا في نفس الوقت، وتسهر طول الليل عشان تقدر تخلص، وتكون مضغوطة جدا لدرجة إنها تبطل تتكلم مع كالكس زي الأول، ولكن كالكس يتفهم خوفها وحبها لصاحبتها ويفضل يدعمها على طول. وفي يوم يروح عندها البيت عشان يطمن عليها ويذاكر جنبها، ويلاقي وشها تعبان جدا وتكون رافضة النوم، وكل همها إنها تخلص عشان ما يروحش عليها السنة ويضيع عليها سنة تخرجها. في الوقت ده صاحبتها توصل وتكون زعلانة عليها إنها بتضغط نفسها وبطلت تروح محاضراتها، وكده درجاتها هتقل ومش هتكون من الأوائل زي كل سنة. فلونا ما تهتمش وتقولها إن لو حتى درجاتها قلت السنة دي مش هتروح عليها على عكس كيرا، فصاحبتها تقرر تساعدها وتطلب منها تنام وهي هتكمل باقي الشغل، وكالكس يروح ينظف لها المطبخ. فلونا تروح له وتعتذر له إنها متغيرة، وتعرفه إنها حاسة بالضياع ولكنها عايزة تساعد صاحبتها، فيهديها ويعرفها إنه هيفضل جنبها يساعدها، ويطلب منها تدخل تنام وهو هيفضل هنا. وتاني يوم فعلا لما لونا تفوق من نومها تلاقي كالكس محضر لها الفطار ونايم في مكانه وهو بيستناها، فهي تفرح لما تلاقيه بيدعمها كده. فجأة تلاقي جاي له رسالة، فلما تشوفها تلاقيها من إيمي، وتكون بعتله رسائل رومانسية ومن ضمنهم فيديو وهي بتبوسه. فلونا لما تشوف الرسائل تتجرح وتخرج من البيت حتى من غير ما تصحيه، وتروح على كليتها وتفضل تعيط وتفتكر إن الهدوم اللي كان لابسها في الفيديو هي نفسها الهدوم اللي قابلها بيها يوم عيد الحب، فتشوفه خاين وتنهار من العياط وترفض إنها ترد على مكالمته. ولما لونا تروح على المستشفى عشان تشوف كيرا تلاقي جورج هناك، فتمسكه تضربه وتهدده إنها مش هتسيبه وهتقضيه، لكن جورج يقف بكل بجاحة يهددها ويكون عايز يضربها. في نفس الوقت كالكس يوصل على المستشفى عشان يطمن عليها ويفهم هي ما بتردش عليه ليه، ولما يلاقيها بتتخانق يروح يحميها، ولكن لونا تبعده عنها وتمشي. فلما كالكس يروح وراها أول ما يمسكها عشان يوقفها تلسعه قلم على وشه وتعرفه بالفيديو اللي هي شافته، فلما يطلب منها تسمعه ترفض وتفضل تتخانق معاه وسط دموعه وترجي ليها انها تسمعه، فهي تفضل تعيط وتتهم انه خاين، وانه رغم خيانته ليها في عيد الحب جا وقابلها واتكلم معاها من غير ما يحس بالذنب، وانها حاسه بالقرف وانها انسانه غبيه. فكالكس يفضل يعيط ويقولها انه بيحبها جدا، فهي تقول له انها بتحبه اكتر بكتير ولكنها مش هتقدر تسامحه بعد خيانته ليها، وتسيبه وتمشي وهو مفطور عياط. ومن الوقت ده كالكس يسيب دراسته ويفضل يبعت لها رسائل ويرن عليها ويروح وراها في كل مكان عشان تسمعه، وام قلب قاسي تكون مش مدياله اي فرصه يشرح لها نفسه وتطلب منه يستسلم لان بالنسبه لها علاقتهم انتهت. فكالكس يروح على بيته ويفضل يشرب لحد ما يفقد الوعي، فاصحابه لما يشوفوه كده يتصلوا على لونا يطلبوا منها تيجي بسرعه، فهي تروح على بيته ولما تشوف حالته كده تتصدم، واصحابه يعرفوها انه سقط في سنته دي بسبب انه ما دخلش ولا امتحان من حزنه على بعده عنها. فالحقيره مش تزعل عليه وتسامحه بقى بعد ما تتاكد انها اهم حاجه في حياته، لا دي تمشي وتسيبه، كون مقرره انها تبعد عنه نهائيا لان علاقتهم دي بسببها
شافها هيدمروا بعض. لكن تاني يوم تلاقي كاليكس جاي لها البيت يطلب منها انهم يحلوا مشكلتهم دي بقى، لانه ما عادش قادر يستحمل يعيش من غيرها. طيب كل جمود قلب تطلب منه ما يوريهاش وشه تاني، لانه خسرها من وقت ما لمس واحده تانيه غيرها وفقد ثقتها. ده غير ان علاقتهم ما بقتش صحيه لدرجه انه خسر حلمه الوحيد وفشل في دراسته. فهو يقول لها ان النجاح مش حلمه وان هي حلمه الوحيد اللي عايز يعيش عشانه. ورغم اي كلام يقوله عشان يخليها تسامحه، الظلمه تلاقي سي في خارج من الاوضه، فتروح تقف جنبه وتعرفه ان هي وسي في الوقت بيتوعدوا وانها بطلت تحبه. فقلب امه يحضنها رغم كل الكلام الجارح ده، ويقول لها انه بيحبها جدا وهيفضل طول عمره يحبها، وانه عمره ما خدعها ولا يقدر انه يخدعها ويودعها ويمشي. وكل اللي نفهمه في المشهد ده انه رغم انها وقعت في حب اول، الا انه وقع في حبها اكتر بكتير، ورغم دموعها الكتير الا اني ولا تأثرت ولا زعلت عليها، لانها ما ادتلوش فرصه حتى يشرح لها. وبعد فتره كيرا تفوق من صدمتها وتقدر تتكلم وتقرر انها تتعالج نفسها. ونرجع للحاضر للونا بعد ما وافقت تستلم تصميم بيت كالك وتروح معاه على البيت عشان تاخد المقاسات. وهناك تفتكر يوم ما اعترف لها بالحب وتبدأ تتأثر وتعيط وتحس ان لسه عندها مشاعر ليه. لا وتستغرب نفسها كل لما تكتشف انها لسه بتغير عليه من اي واحدة تقرب منه، وتفضل تسأله لا اراضي منها تقرب له ايه ويعرفها منين، وهو يفضل يجاوبها كعادته. ولما تسأله عن اي افكار حاططها في دماغه عن شكل البيت، يعرفها ان البيت هيعيش فيه هو ومراته المستقبلية، وعايزة تصممه على ذوقها هي وكأنه بيت احلى. وبلطف معاها كعادته مشاعرها تبدأ تتهز وتتوتر كل يوم عن التاني. وفي مرة وهي سهرانة تلاقيه هو كمان جاي مع أصحابه على نفس المكان، ولما تشرب كتير تتوه عن أصحابها وما تكونش قادرة تمشي. فكالكس يجيلها ويكون عايز يوصلها، لكنها ترفض تتكلم معاه. تفضل تعاتبه على العذاب اللي عاشته طول السنين دي بسببه وبسبب خيانته ليها. ورغم عصبيتها عليه ما يرضاش يسيبها تمشي لوحدها في حالتها دي، ولما يروح وراها تعاند وتركب عربيتها وتصر انها تسوق بنفسها فتخبطها. فكالكس يخاف عليها وينزلها بسرعة ويروحها على البيت غصب عنها، وبعد ما يتأكد انها في امان يسيبها تنام ويمشي. فتاني يوم لما لونا تروح على شغلها تلاقي كالكس مستنيها هناك وهو معاه عربيتها بعد ما صلحها. فلونا تفرح وتشكره، وقبل ما يدخلوا الشركة الجو يمطر، فكالكس يغطيها بالجاكيت بتاعه ويدخل معاها عشان ما تتبهدلش من المطر، فتكون في اسعد حالتها وتخاف تقع في حبه من جديد. وبمرور الوقت كالكس يتقرب لها اكتر واكتر ويفضل يهتم بيها وباكلها وبصحتها. وفي يوم لما مامته وباباه يجوا على البيت عشان رجع التصميمات الجديدة، مامته لما تعرف انها المهندسة تتصدم وتبدأ تطلع عيوب في شكل البيت وتصميمها وتعب فيه. لكن كالكسي دفع عن لونا في كل كلمة مامته تقولها ويشد في شغلها وفي تصميمها. فلونا تفرح جدا وتحس انه بقى متغير كتير عن زمان، وتصرفاته بقت رجولية اكتر ومسؤول. وفي مرة لونا تقابل صاحب كالكس المقرب وتعرف منه ان كالكس كان شغال زمان عند محامي كبير جدا، ولكن المحامي ده طرده من الشغل بسبب ان كالكس رفض يستلم قضية لشخص مهم جدا. وتعرف منه ان الشخص المهم ده جورج اللي كان ضرب كيرا زمان، ويعرفها ان كالكس اتعرض عليه فلوس كتير جدا، رغم كده رفض القضية برضه، ووقتها خسر شغله وقعد فترة طويلة لحد ما قدر يبني نفسه من جديد ويبقى في المكان اللي هو فيها حاليا. فلونا تروح لكالكس وتفتح معاه الموضوع ده وتكون عايزة تعرف منه ليه رفض قضية جورج، رغم انه قالها زمان ان المحامي الشاطر بيقبل اي قضية. فكالكس يعرفها انه رفض القضية عشانها، وده لانه عارف هي قد ايه بتحقد عليه وبتكرهه. فهي تعيط وتستغرب، وده لان الفترة دي هما ما كانوش سوا. فكالكس يعرفها ان عمرها ما غابت عن باله، وانه وعدها زمان بانه هيتخلى عن اي حاجة عشانها، وانه لو كان اخد القضية دي كان متأكد من انها هتكرهه وعمرها ما كانت هتكلمه، وهو ما يقدرش يستحمل ده. فقبل ما لونا تسلم تاني قلبها لي يجي لها مكالمة تقطع كلامهم وتضطر تمشي. ولونا تكون مصدومة انه لسه فاكرها بعد كل السنين دي، وهل فعلا بيحبها؟ وتتفاجئ لما تفتح صفحته وتلاقيه كاتب الكابشن بتاعه باسمها. فتروح له وتسأله ليه رجع ليها وليه عايزها هي بالذات تشتغله في بيته. فيعرفها انه راجع عشان يرجعها ليه، وده لانها المستقبل اللي هو حلم بيه، ويطلب منها تديه فرصه واحده عشان يثبت لها فيها نفسه. فهي تطلب منه يديها وقت تفكر، لان هما الاثنين كبروا وبطلوا يكونوا نفس الاشخاص بتاعه زمان. فيوافق، وهي عشان تفكر بهدوء تاخد اصحابها ويسافروا، وهو في نفس الوقت يسافر على سنغافوره، وده لان عنده هناك قضيه مهمه. ورغم انها قررت تبعد عشان تفكر، الا انها تفضل تكلمه شات وفيديو كل شويه ده، ويطلع ان المكان اللي سافرت فيه ده هو نفس المكان اللي كانت فيه مع كالكس زمان. فتقعد تسترجع ذكرياتها معاه وتكون فرحانة جدا، وتقرر تتصل بيه فيديو عشان تعرفه بانها وافقت تعطيه فرصة تانية. ولكن قبل ما تقوله تلاقي واحدة زميلته بتخبط عليه وبتطلب منه يجي يظهر معاها. فلونا تسمع الكلمتين دول وتقفل على طول من غير ما تسأله حاجة، وتفضل تعيط، وده لانها مفكرة بيخونها تاني. وكالكس يفضل يرن عليها كتير، فهي لما ما تردش عليه يسافر لها من سنغافورة للمكان اللي هي فيه، ويقول لها انها لازم تسمعه المرة دي ويشرح لها كل حاجة عشان ما يضيعهاش تاني.
تاني من ايده، ويقولها ان زميلته اللي هي شافتها وهي بتكلمه دي كانت بتناديله يسهر معاها ومع ناس تانية زمايلهم، وما كانتش عايزاه في سهرة خاصة زي ما هي تخيلت. فهي لما ما تصدقوش يقولها ان عمره ما خدعها، ويحكي لها ان صورته مع ايمي اللي هي شافتها هو ما كانش ليه ذنب فيها، وافتكر ان في مرة وهو متجمع مع اصحابه وبيلعبوا اتحكم على ايمي انها تعترف للشخص اللي بتحبه بمشاعرها، فهي لوحدها قامت وقربت منه، لكنه يومها اتعصب عليها جامد وعرفها انه مرتبط بيها وطلب منه ما تقربلوش تاني وانه ما بيحبهاش، ويعرفها انه كان هيحكي لها اللي حصل لكنه ما قدرش عشان ما كانش حبيبها تزعل. فهي تعيط وتقول له انه يا ريته حكى لها وانها وقتها كانت هتفهمه، لكن لما شافت صورته معاها حست بألم رهيب في قلبها. فكالكس يعرفها انه طول الوقت كان بيستناها مش عشان تسامحه بس، ولكن كان محتاجها جدا، ويعرفها انهم قبل ما يسيبوا بعض بفتره اخوه تعب جدا بمرض في الرئه، وانه لما كان عايز يحكي لها عشان هي الوحيده اللي بيقدر يفضفض لها كان عندها ضغط في المذاكره، فقرر يسكت ويحكي لها بعد ما تفضى. ولما الايام بقت اسوأ عليه واكتشفوا ان اخوه عنده ورم في الرئه كان برضه هيحكي لها، ولكنه سكت بسبب انها كانت مشغوله في حزنها على كيرا، وبعدها اتحط في صدمه انفصالهم ورسوبه في فصله الدراسي. ومامته وقتها لما عرفت اتعصبت عليه جدا ومنعت عنه مصاريف الدراسه، وانه لما حاول يحكي لها تاني صدمته بكلامها لما قالت له انها بطلت تحبه وانها ارتبطت بسيفي، فلونا تفضل تعيط وتحس بالذنب وانها انانيه وما فكرتش غير في وجعها هي وبس، تفضل تعيط. فكالكسي يهديها ويطلب منها انهم يفتحوا صفحه جديده سوا، فتوافق ويتصالحوا ويرجعوا لبعض. وتاني يوم يحتفلوا برجوعهم مع اصحابها ويكونوا فرحانين ليهم قوي، ولونا تعترف له ان مفيش يوم عدى عليها هي كمان من غير ما تفكر فيه ويقضوا اليوم كله سوا. وتاني يوم يكون مضطر يرجع على سنغافوره علشان شغله، اما لونا تكمل سفرها مع اصحابها، وبعد ما تخلص ترجع تاني على الفلبين. واول ما تتقابل تاني مع كالكس يفاجئها بطلبه للجواز منها، فهي لما تتصدم كالكس يعرفها بانه هيسيب لها فرصه تفكر، ولكنه مش هيسيبها غير لما توافق على الجواز منه. ولما مامته تحس ان سعادته معاها هي وبس تتقبلها وتوافق عليها. وبعد فتره لونا تكتشف انها حامل، فتفرح قوي وتكون مصدومه وخايفه من رده فعله، ولكن اول ما تعرفه يفرح قوي ويفضل يحضن فيها، وبعدين يطلب منها الجواز بشكل رسمي، فاخيرا توافق ويتجوزوا. وبكده اقدر اقول لكم اتمنى من كل قلبي تعيشوا قصه حبكم في الحياه وتقابلوا مع ابطال وبطلات احلامكم. بحبكم جدا، سلام.